أخبار اليوم. أهم شيء تأديري لمستقبل البلدين هو الإعلان عن الجزء المصري السعودي. إحنا الحقيقة مش محتاجين جزر بمصر السعودية. العلاقات والأواصر ممتدة عبر البحار، موجود البحار، ورغم وجود عازل بيفصل الدول العربية في قارة آسيا عن الدول الأفريقية من سنة 48، لكن في الحقيقة محتاجين جدا هذا الجسم جغرافيا، لأنه هينشط أشياء كثيرة جدا، أهمها التجارة البينية بين البلدين، حركة الانتقال، حركة الحديد من الحج البري، الربط بين أفريقيا وبين الصادرات العربية من السعودية ودول الخليج بأفريقيا، وكذلك حركة التجارة بين شمال أفريقيا مع دول الخليج ودول المشرق العربي. وبنأمل إن شاء الله إن الجسر ده، وهو هيبقى طريق بري بالإضافة لخط حديدي، إنه نقدر نوصل من المنامة للسعودية عبر جسر الملك فهد بالخطوط الحديدية. بعد كده تقدر توصل مصر وتوصل المغرب، تنطلق بعد كده. زمان كان في الطريق الحديدي بعد حرب 48 قطع الاتصال، وكان المواطن العربي يقدر بيوصل لاوروبا بالخط الحديدي. ممكن كده يبقى في اختار الشرق، يبقى اختار الشرق والغرب ان شاء الله. يعني ده الحقيقه من اهم المشروعات اللي هنعرف قيمتها بعد انشائه، وهتعرفها اولادنا بعد كده. النقطه الثانيه ان المباحثات سمعناها من خادم الحرمين الشريفين، وسمعناه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بيضحك اي محاولات للاصطياد. الحقيقه مش بمعاكك، هو ماء صافي لمحاوله تعكير المياه الصافيه بين البلدين، والادعاء بان هناك خلافات بين البلدين. هذا الكلام غير موجود. بنتكلم على رؤيه تقريبا تكاد تكون هي متطابقه في الهدف اللي عايزين نوصل ليه، هو وحده الصف. نتكلم على جناحي الامه. الحقيقه هو مش جناحي الامه، لان هم قلب الامه. لان لو اجنحه الامه، اجنحه الامه مخصوصه ما بطلش غير الكور بتاع العالم العربي، هو السعوديه ومصر. لو الحمد لله ربنا باراده ربنا وصلابه الشعبين وحكمه القيادتين السياسيتين وقوه الجيشين، الجيش المصري والجيش السعودي، جيوش وطنيه مش جيوش طائفيه، ده ان شاء الله بيضمن عدم اختراق هذا القلب، لانه لو اخترق لن تقوم قائمه للامه العربيه. في كلام النهارده على القوى العربيه المشتركه تاني بشكل واضح من خادم الحرمين الشريفين. في كلام على اتفاق حول سبل انهاء الازمات، او على الاقل خلينا نقول احتوائها مبدئيا، في سوريا، في اليمن، في ليبيا. بنتكلم على انا الحقيقه اشتغلت محارب رئاسه داخل 30 سنه تقريبا، تابعت زيارات من سنه 88، يعني 28 سنه تابعتها كمحارب، وتابعتها كرئيس تحرير، وقبلها الواحد بيتابع تقارير. ما شفتش زياره صاحبت بكل هذه التطلعات ولا بكل هذه الحفاوه. الحفاوه تختصر على الجانب الرسمي، اذا كنا بنتكلم على الجانب الرسمي ونشوف ازاي مصر الرسميه استقبلت الملك سلمان، نشوف الشارع. الارتباط زي ما سمعنا امبارح، عجبني كان الشيخ صالح كامل وهو بيقول ان الارتباط العلاقات المصريه السعوديه عمرها من عمر سيدنا ابراهيم، وانا بقول عمرها من عمر الكعبه، ان ابناء مصر والدول العربيه سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، احنا لينا نصه كمصريين، هم اللي بنوا الكعبه، رفعوا القواعد. ان شاء الله بنامل ان احفاد
الرسول عليه الصلاة والسلام وأحفاد أنصاره والمهاجرين والمصريين في أرض الكنانة يرفع قواعد الأمة العربية والأمة الإسلامية التي تدعت. وبنعمل إن شاء الله، يعني أنا سعيد جدا إن بعمل مع أساتذة من رؤساء تحرير الصحف السعودية، وهي تجربة ناضجة للصحافة السعودية. الحقيقة الواحد بيتابع على المستوى العربي حققوا نجاحات كبرى، تخطت يعني تصدرت الصحافة العربية في الوصول للقارئ العربي والمهاجر العربي في الخارج والجاليات العربية وأبناء الجيل الثاني من الدول العربية. بنشوف في التقدم التقني، في التقدم التحريري، المواكبة ما بقتش الصحفية مجرد نقل آراء المسؤولين أو إنها لو هنستخدم تعبير جسر، إنها جسر من اتجاه واحد، لا بالعكس. نشوف كتابات لكتاب على أعلى مستوى. أنا لسه كنت في مهرجان الجنادرية وسنحت لي الفرصة إن أقعد مع عدد من المثقفين السعوديين وعدد من أعضاء مجلس الشورى، الحقيقة على مستوى فكري راقي جدا وعلى مستوى وعي متطور جدا. إحنا العلاقات على البعد مش كفاية، عايزين تواصل مستمر، نستفيد من تجارب بعض ونستفيد من الاتصال ببعض، لأن الاتصال غير مباشر عن طريق بنشوف بعض في الإعلام أو بنشوف بعض من خلال الكتابات مش كافي. أنا برحب بحضراتكم، أنا بتمنى لحضراتكم يعني زيارة موفقة لبلدكم، مش تاني يا بلدكم مصر، وبتمنى لكم كل التوفيق، وبتمنى للصحافة السعودية كل تقدم، وبتمنى للأشقاء في السعودية كل ازدهار، وبتمنى لمصر والسعودية إن ربنا يحافظ عليهم وربنا يمكنهم من القيام بواجبهم في هذا الظرف الصعب في خدمة الأمة العربية والإسلامية. بشكر حضراتكم جدا.